بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح يكون الفيديو مميز وقصير، في معلومات كثيرة وفي صدمات. الصدمات نتيجة قراءتي لكتاب لكاتب مشهور نيل دونالد أوتش، اللي كتب كتاب حوارات مع الله ورجعت بدل الاسم لأن ما قبلته الحقيقة دول كثير، انه كيف يعني حوارات مع الله. احد الاصدقاء او احدى الصديقات مترجم الكتاب الجزء الثاني ولفت نظري قبل ما تنشره، حبت اني اقراه. لفت نظري كثير انه عم بيدافع عن هتلر وكيف انه هتلر روح خلصت وطلعت على العالم النوراني. ما في هلق هذه الروحانيات نتيجة الصلات الاثيرية، في معلومات عم تيجي دوما مزدوجي. قد ايه هو حلو كتابه الاول، اما ايضا ما فينا نزكي حدا، بدنا نعمل العقل نحن بالأمور. لما شخص مثل هتلر، هاي شخص صار بده يطلع على عالم السماء وهو مرتكب تلكم الجرائم اللي كانت بالحرب العالمية الثانية بين 39 و 45، ما تتصوروا الموضوع بسيط. ممكن هو يتبرر له إذا ما بيعرف شو اللي عم بيصير بقوانين الكارما، كيف بيتشظى الإنسان وبيتجزأ. شخصية مثل هتلر بذمته 60 مليون قتيل، غير حوادث الاغتصاب الرهيبة اللي بذمته أيضا. هذا الشخص ما تتصوروا أنه التشظي الأثيري كيف هو نفس الحالة بيعيشها بعدة مستويات من عوالم جحيمية واللاوعي مفصول ومفصوم. هاي موضوع يطول شرحه، يعني الموضوع ما ناخذ كل كلمة بيقولها أي كاتب إنه حوارات مع الله. هاي حوارات مع الكائنات الأخرى، هاي جزئية إذا ما مررناها عبر العقل والنظرة الشمولية رح يكون في عنا خلل بالدين والعقيدة والروحانية. هتلر مثلا، مو خليل هتلر لما أطلق هذيك الحرب العالمية اللي بتعرفوها، يعني هو معروف عنه انه ديكتاتور. صحيح انه الناس بتطهر كثير من ذنوبه لما بتحكي عليه وعلى اعماله، بس هذا ما بيبرر انه ينتقل على عالم نوراني. مثلا ما بدي احكي انا عن اللي الجرائم اللي ارتكبها، بدي احكي عن العمليات الاغتصاب الجماعي والفردي اللي غطاها التاريخ ما كتب عنها. مثلا بعد انتصار اتحاد السوفيتي سابقا مع امريكا، كانت وهي يعتبروا دول الحلفاء مع الصين فرنسا ضد دول المحور. هلا دول المحور مين كانت؟ بزعامة ألمانيا. لما تهزمت ألمانيا وبدو يدخل الجيش السوفيتي ومعه الحلفاء انجلترا وروسيا، روسيا الاتحاد السوفيتي سابقا، انجلترا، امريكا، دخلوا على القرى الالمانية. لما يدخلوا على القرى الالمانية طبيعي انه الجيش الالماني كرجال ما عاد لهم وجود، اللي مسجون، اللي مقتول، اللي جريح، اللي هارب. مين لاقوا بالقرى وبالبيوت؟ فقط سيدات، أكانوا بعمر صغير كبير مسن، الكل لم يسلم لمدة 8 شهور. 8 شهور مو قليلة. تصور عاد النسل اللي إجا لأوروبا وللعالم نتيجة حوادث الاغتصاب الجماعي، يعني عم يوصفوا إنه لا يقل عن 5% من أطفال العالم المشوهين نفسيا حاليا أساسهم عم بيكون من هذيك الجريمة. هاي الجريمة نحن منقول إنه هتلر لوحده ارتكب الجريمة، لا، عمليا في شياطين على الأرض ومجرمين كثير. ما عاد فينا نزكي أي سياسي بالعالم ولا حتى أي حزب بعد اللي شفناه من اضطهاد الشعوب وهي الحوادث من حوادث الاغتصاب. قد ايه بالارض صار في تلوث بالاثير،
على أساس إنه نحن لما كنا نقرأ بالأدب الروسي إنه الدولة ذات البساط الأخضر والقلب الأبيض واللي راح تكون سبب للسلام. ما شاء الله، إذا الاتحاد السوفيتي عملت هيك، صحيح رجع ستالين وقادي العسكريين لكل الدول طلعوا قرارات إنه اللي بيثبت عليه جريمة الاغتصاب رح يكون مقصود بجريمة الحرب. بس مين بده يقدر يثبت؟ يعني بالأرقام، بلغة الأرقام، وهي لغة الأرقام من إيده نفسها، لأنه التاريخ هني كتبوا ورجعوا. الحلفاء الملاح كانوا هني الشعب اللي مظلوم على أساسه طيب، لما اجتاحوا الدول الألمانية اللي هي دول الشريرة كانت على أساس، يعني تصوروا الإحصائيات بثمان شهور الأولى بعام 1945، يعني الاتحاد السوفيتي بجيشها وقتها اغتصب لا يقل عن مليون، مليون ونص سيدي ألماني. هاي كإحصائيات، هاي غير الانتحار اللي كان يصير مع الأسر بفتياتها، لأنه بيعرفوا أنه الجيش السوفيتي جاي. وطبعا باقي الدول المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي ما قصرت، يعني إنجلترا لوحدها بذمتها بيروا بالإحصائيات 40,000، الجيش الأمريكي 150,000 سيدي ألماني اغتصبت. فتصور هاي الأرقام، هذه الجرائم، جرائم الحرب. إذا حروب دينية وعلى أساس ذول بيراعوا رب العالمين، وبنعرف شو اللي عم بيصير وباسم الله أكبر. فشو يعني بده يصير بالأثير الفردي اللي عم يرتكب هالحماقة أو اللي عم يرتكب عليه؟ قد في حقد، وشو نوع الجنين اللي إجا، وباللاوعي الجمعي للكرة الأرضية شو اللي صار بالخمسين سنة الماضية؟ ما بده يصير في كوارث الآن وفيروسات؟ سؤال بيطرح نفسه. وبعدنا عم نتباهى إنه هذول اللي عملوا حضارة، أي حضارة بنيت على طرق ملتوية فيها هذا الاغتصاب وجرائم القتل والاستغلال، أي حضارة؟ إذن نحن مقبلون كوعي جمعي ولا وعي جمعي بالأرض قاطبة على تطهير تام من الجرائم اللي ارتكبها بنو البشر بأبناء جنسهم وبالطبيعة، ظاهرة طبيعية، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نحن اللي خلقنا هذا الواقع، نحن المسؤولين، نحن اللي الآن مطلوب منا تنقية الأثير. أولا عهد على الالتزام بالاستقامة وعدم الأذى، المساعدة دوما، المحبة لا مشروطة، والسلام العميق لينعكس بواقعنا الخارجي. رح نقبل كل الحوادث اللي رح تكون بهي السنة 2022. الأرض عم بتطهر نفسها، واللاوعي الجمعي عم بيطهر نفسه. بتمنى السلام والسعادة للجميع يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.